محلب يرأس جلسة الحوار المجتمعي الثانية حول تعديل قوانين الانتخابات بمشاركة ممثلين عن 15 حزبا وعدد من الائتلافات. وزير الري يشارك اليوم في اجتماعات اختيار المكتب الاستشاري لسد النهضة الإثيوبي بأديس أبابا. التحالف العربي يخصف قواعد المتمردين الحوثيين في صنعاء وإب ومواقع على ساحل البحر الأحمر، واللجان الشعبية تسيطر على مديرية لودر في أبيان. لكم من قناة النيل في القاهرة بانوراما الرابعة، ساعة إخبارية شاملة بأهم وآخر الأخبار. مرحبا بكم. تتواصل بمقر مجلس النواب أعمال الجلسة الثانية للحوار المجتمعي بين اللجنة المكلفة بتعديل قوانين الانتخابات وممثلي الأحزاب والقوى السياسية بحضور رئيس مجلس الوزراء إبراهيم محلب. يهدف الاجتماع إلى الاستماع إلى وجهات النظر ومقترحات القوى والأحزاب المختلفة بشأن القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، ويشارك في جلسة الحوار المجتمعي ممثلون عن 15 حزبا وعدد من الائتلافات الانتخابية، إلى جانب شخصيات عامة وقيادات القوى السياسية من رؤساء الأحزاب والائتلافات. وقد جدد رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع حرص الحكومة على إجراء الانتخابات البرلمانية واستكمال الاستحقاق الثالث من خارطة المستقبل. معنا أيضا على الهاتف للتعليق والتحليل السيد ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل. سيد ناجي، يعني أنت من المشاركين في الاجتماع، ماذا توصلتم حتى الآن خلال المناقشات؟ هو الاجتماع كان رغبة الحكومة واللجنة الإصلاح التشريعي إن نستمع لوجهات نظر الأحزاب السياسية الخاصة بتعديلات عن القوانين الثلاثة الحاسمة للعملية الانتخابية. والحكومة يعني قامت بهذا الدور بشكل جيد، إنها يعني استمعت لكل الأحزاب السياسية وردت على بعضها، ولكن واضح ان الحكومه يعني لديها رؤيه متكامله بالنسبه للقوانين الثلاث. اعتقد ان هذه الرؤيه التي سوف ينتهي الموقف عندها. طيب، هل نستطيع ان نقول انه حصل توافق حتى الان خلال الجلسات السابقه مع رؤيه الحكومه؟ يعني هو في توافق بين معظم الاحزاب الرئيسيه على النظام المفترض بين النظام الفردي والنظام القيمه المطلقه المغلقه. ولكن هناك اقتراحات ولها يعني او لها قبول من الاحزاب السياسيه، هو تقسيم ال 120 مقعد الخاصين بالقيمه المطلقه المغلقه الى 8 قوائم، كل منها تمثل 15 مقعد، بحيث يستطيع الاحزاب السياسيه انها تعد هذه القوائم وهي نفسها مرتاحه. طيب، والحكومه سمعت لهذا المطلب بشكل جيد، وحتى المستشار بهاء هنيدي رئيس اللجنه يعني قال ان الحكومه بتنظر له بعين الاعتبار وبتسعى على تنفيذه. هو التعديلات اللي المفروض تدخل على يتم ادخالها على القوانين الثلاثه هي مش عايزه وقت طويل. انا نفس كلمتي قلت لرئيس الحكومه، انا قعدت على مكتبي ساعتين خلصت هذه التعديلات. طب وبالتالي عفوا استاذ ناجي، يعني الان من خلال المناقشات التي تمت، هل نستطيع ان نقول انه هناك مدى محدد يمكن ان نتوقع الانتهاء من الاتفاق او التوافق؟ ما هو انا وجهت كلام رئيس الحكومه وقلت له ان احنا محتاجين يبقى عندنا قبل رمضان القادم برلمان، وانه لو حسنت النوايا وتوفرت الاراده لا اصبح لدينا برلمان، وان احنا بنعيش وضع غير مسبوق، الحكومه تعمل بعيدا عن الرقابه دستورية للبرلمان على اعمالها واعمال وزرائها ومحافظينها، وان رئيس الجمهوريه ورئيس الحكومه اصحاب مصلحه، فان يكون لدينا برلمان لانهم هيكونوا عين الرئيس ورئيس الحكومه ومتابعه اعمال الوزراء واعمال المحافظين. سيد ناجي الشهابي، الرئيس حزب الجيل، شكرا جزيلا لك. ومعي حول نفس الموضوع اللواء الدكتور طارق خضر، رئيس قسم القانون الدستوري بأكاديمية الشرطة ومحافظ دمياط الأسبق. بنرحب بحضرتك سيادة اللواء، ويعني من وجهة أهلا بحضرتك، من وجهة النظر القانونية والدستورية أبرز التعديلات التي يجب إدخالها على قانون الانتخابات وتضمن أنها لن تفتح الباب مرة أخرى للطعن على هذه القوانين بأي شكل من الأشكال؟ شوف يا أستاذ نرمين، سبق للمحكمة الدستورية العليا خلال شهر مارس
إصدار حكمين. أول حكم متعلق بعدم دستورية المادة الثالثة من القرار بقانون بشأن تقسيم الدوائر الانتخابية فيما يتعلق بالانتخاب الفردي، ويوم 7 مارس أصدرت الحكم الثاني بعدم دستورية منع مزدوجي الجنسية من الترشح للانتخابات وأحقيتهم بالترشح بالانتخابات. إذن كل من الأمرين لابد أن ينفذ، لأن أحكام الدستورية العليا أحكام ملزمة لكل سلطات الدولة وللكافة. واللجنة لجنة تقسيم الدوائر الانتخابية عكفت على هذين الأمرين. ولكن أنا من أنصار إن بلاش نوسع في عملية الاقتراحات، إن نحاول يكون مقترحات أخرى غير ما تضمنه كل من الحكمين. يعني بمعنى آخر يتم الاقتصار على تعديل الانتخاب الفردي أو الدوائر الانتخابية فيما يتعلق بالانتخاب الفردي بحيث تتناسب مع المادة 102 وتتفق مع المادة 102 من الدستور، التمثيل المتكافئ للناخبين والعادل للسكان والمحافظات. لكن نحاول بقى التوسع، البعض يقول تقسيم جمهورية مصر العربية فيما يتعلق بالقوائم بدل 4 قطاعات نخليهم 8 أو ما إلى ذلك. إحنا كده بنفتح أبواب أخرى للطعن، لأن الدستورية العليا يا أستاذة نرمين أوضحت صراحة إن فيما يتعلق بالقوائم متفق وتمثيل مناسب ومع عدد السكان وكل شيء. بلاش دائما أبدا من يحاول أن يقترح إنه يخرج عن الموضوع. لا، يعني نركز في الفردي ونترك القوائم كما هي. يعني بالضبط كده، يعني نركز في الفردي، وإن معيار الانحراف في تقسيم الدوائر الانتخابية لا يكون كبيرا كما كان موجودا 50% أو ما إلى ذلك، يكون بالكثير 20%. هي دي اللي هي لابد من تعديلها، إلى جانب طبعا حقية مزدوجي الجنسية للطرش. وضحت الفكرة، شكرا جزيلا دكتور طارق خضر، رئيس قسم القانون الدستوري بأكاديمية الشرطة ومحافظ دمياط الأسبق. يتوجه وزير الموارد المائية والري حسام مغازي اليوم إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا على رأس وفد رفيع المستوى يضم عددا من الخبراء وأعضاء اللجنة الوطنية لسد النهضة، وذلك لاستكمال الاجتماعات اختيار المكتب الاستشاري لإجراء الدراسات الفنية للسد. يرأس الاجتماعات وزراء المياه في الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا، وسيتم خلالها الاختيار النهائي للمكتب الاستشاري والتعاقد مع المكتب القانوني ليتولى بدوره مهمة التعاقد معه لضمان عدم تأثير أي دولة على قرارات المكتب وتوصياته. التقى رئيس مجلس الوزراء إبراهيم محلب بمقر المجلس بمدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا أمانو، وذلك في إطار زيارة الأخير إلى القاهرة لبحث المسائل ذات الصلة بالتعاون بين مصر والوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى جانب الملفات الإقليمية المرتبطة بنطاق عمل وأنشطة الوكالة. هذا ومن المقرر أن يستقبل وزير الخارجية سامح شكري في وقت لاحق اليوم رئيس الوكالة الدولية. قال رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة محمد السبك إن الهيئة ستشارك بمشروعات صغيرة ومتوسطة في مجال طاقة الشمس والرياح لتقليل انقطاع الكهرباء خلال الصيف المقبل. يأتي هذا بينما قال المتحدث باسم وزارة الكهرباء إن الوزارة اعتمدت خطة عاجلة لصيانة المحطات وإنشاء أخرى جديدة وتوفير الوقود اللازم للمحطات لتقليل انقطاعات التيار. مشكلة الكهرباء وما ينتج عنها من تخفيف للأحمال وخاصة في فصل الصيف دفعت المسؤولين مبكرا لعقد اجتماعات لبحث تلك الأزمة، وهو ما ظهر جليا خلال اللقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخير مع رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب ووزير البترول المهندس شريف إسماعيل ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر. الخطة العاجلة هي عبارة عن مجموعة من وحدات توليد الكهرباء سابقة التجهيز وسريعة التركيب ثابتة ومتنقلة. هذه الوحدات يبدأ باكورة إنتاجها إن شاء الله في نهاية شهر مايو القادم 2015، ربما أكثر من 1500 ميجا من إجمالي 3632 ميجا تدخل في آخر مايو القادم. حل أزمة الكهرباء بيندرج يعني له شقين، الشق الأول توفير الوقود، وده في حد ذاته بيحل تقريبا 50% من الأزمة. يعني
الشق الثاني فكرة المحطات وعدم إجراء صيانة أو إنشاء محطات جديدة لتولد قوة إضافية. الوزارة أشارت إلى أن تنفيذ الخطة العاجلة لمواجهة الأحمال المتزايدة ستتم ما بين 6 أشهر إلى 8 أشهر، لافتة إلى أن هذه الخطة يتم تنفيذها عالميا خلال 18 شهرا وعام كامل. مستقبلية لحد 5 سنين ان الطاقات المتجددة في مصر تساهم بما يزيد على 7000 ميجا وات، بيمثل 7 أضعاف، اكتر من 7 أضعاف ما هو موجود حاليا. فترة الصيف الجاي مشاريع الطاقة المتجددة صغيرة الحجم، صغيرة ومتوسطة الحجم، هي اللي هيبقى عليها دور كبير في تغطية جزء ومساهمة جزئية من الاحتياجات بتاعتنا. وتحاول وزارة الكهرباء تطبيق خطة عاجلة لزيادة قدرات الشبكة القومية للكهرباء، إضافة إلى البدء في عدة مشروعات في مجال الطاقة المتجددة خاصة طاقة الشمس والرياح، هذا فضلا عن تعظيم الاستفادة من الموارد والقدرات المتاحة من خلال الصيانة الدورية لمحطات توليد الكهرباء لزيادة الكفاءة الإنتاجية. أشرف إبراهيم، النيل. استأنفت محكمة جنايات بورسعيد نظر قضية مذبحة استاد بورسعيد التي راح ضحيتها 74 شخصا من أعضاء ألتراس أهلوي جراء أحداث العنف التي شهدتها مباراة كرة القدم بين نادي الأهلي والمصري الاسم البورسعيدي في مطلع فبراير من عام 2012. يواجه المتهمون تهما بارتكاب جنايات القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد المقترن بجنايات القتل والشروع فيه، بالإضافة إلى استخدام أسلحة بيضاء مختلفة ومواد مفرقعة. نظمت وزارة العدل المؤتمر 23 لرؤساء المعاهد القضائية العربية بمشاركة 12 دولة عربية. تناول المؤتمر دور المعاهد القضائية في الارتقاء بالعمل القضائي وتطويره وتفعيل دور الثقافة القانونية به. للارتقاء بالعمل القضائي وتطويره وتفعيل دور الثقافة القانونية، استضافت وزارة العدل المؤتمر 23 لرؤساء ومديري المعاهد القضائية العربية تحت رعاية وزير العدل المستشار محفوظ صابر. القضاء هو القاطرة اللي بتقود التقدم في أي بلد، هو القضاء. فلما يكون في معهد قضائي أو أكاديمية هي هتدرب الصفوة في المجتمع، الصفوة اللي هم القضاء هم صفوة المجتمع، فلما ندربهم ونحسن تدريبهم يبقى هيتقدموا أكثر ويتعلموا أكثر. يأتي دور المعاهد القضائية بين الإعداد والتكوين إلى التدريب على التحقيق في جرائم الإرهاب وأمن الدولة ومكافحة الفساد وغسل الأموال وغيرها من القضايا. تبادل وجهات نظر في مختلف الأمور المتعلقة بالتدريب المستمر وبالتدريب التخصصي للقضاء ولرجال القانون ولرجال الفكر ولرجال الشريعة، وهذا بلا شك أن يعني سيعطي زخما كبيرا ونقلة نوعية حقيقة للقضاء في الأوطان العربية. المؤتمر تناول تعميم فكرة القضاء الإلكتروني من خلال موقع إلكتروني مخصص لهذا الغرض ومتاح لمدة 24 ساعة دون توقف حتى أيام العطلات الرسمية. هناك استخدام للوسائل الحديثة في إجراءات التقاضي، بدلا من أن نستخدم الورقة الأوراق ونستخدم السي دي، نستخدم الوسائل الحديثة البريد الإلكتروني في الإعلانات وغيرها. الإعلان الذي ممكن أن يتم خلال 2 سنين حتى يتم تحقيقه ممكن يتم في لحظات عبر البريد الإلكتروني. على مدار اليوم الواحد يبلغ عدد المتدربين 600 متدرب في المعاهد القضائية كافة. مما لا ريب فيه أنه حق للمواطن قبل أن يكون حقا للقاضي في أن ينال قاضيه قسطا من الإعداد والتكوين الفني لأداء رسالته الشاقة والمضنية في مختلف حياته القضائية للتزود بالعلم والقانون. رمضان المطعني، النيل.
عاد إلى القاهرة اليوم 89 مصريا من اليمن على رحلتين لمصر للطيران قادمتين من جدة بعد أن تمكنوا من عبور الحدود السعودية إلى جدة. وتواصل وزارة الخارجية وبعثاتها في السعودية وجيبوتي وسلطنة عمان التنسيق مع السلطات المعنية في الدول الثلاث لتسهيل خروج المصريين من اليمن. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية السفير بدر عبد العاطي إن هذه الجهود أسفرت حتى الآن عن إجلاء حوالي 780 مصريا خارج اليمن وتسفير غالبيتهم إلى مصر على نفقة الدولة بالتنسيق مع شركة مصر للطيران. على صعيد الأوضاع الميدانية قصفت طائرات تابعة للتحالف العسكري العربي قاعدة الحرس الجمهوري بالقرب من مدينة إب التي يسيطر عليها الحوثيون في وسط البلاد. مخازن أسلحة يسيطر عليها الحوثيون قرب صنعاء ومواقع عسكرية على ساحل البحر الأحمر قرب ميناء الحديدة ومحافظتي الصعدة وحجة. وإلى ذلك سيطرت اللجان الشعبية الجنوبية المدعومة بمقاتلي القبائل على مديرية لودر بمحافظة إبين المجاورة لعدم، وذلك بعد معارك استمرت 3 أيام مع المتمردين الحوثيين. وقد فرت عناصر الحوثيين إلى قرى مجاورة للمديرية تاركين معداتهم في محاولة للهرب إلى عدن. معنا لمزيد من الرأي والتحليل من القاهرة السيد عارف أبو حاتم الكاتب والمحلل السياسي اليمني. سيد عارف، يعني كيف تقيم الأوضاع الميدانية على الأرض؟ هل يمكن القول إن قصف قوات التحالف كسر كثيرا من شوكة الحوثيين؟ قصف قوات التحالف أثر كثيرا جدا على التحالف القائم بين علي عبد الله صالح والحوثيين. مخازن الأسلحة التي كانوا يستمدون منها قوتهم تم تدميرها بالكامل. نعم. خاصة المخازن التي كان ينهبها الحوثيين في شمال اليمن في منطقة صعدة وشمال عمران تم ضربها بقوة، خصوصا معسكر كهلان. أفقدهم القدرة على التوازن. المنصات الصواريخ التي كانوا يعدونها، الدبابات، قاعدة العناد التي قصفت، هذه الأشياء صحيح أن هذا كان جيش الدولة، لكن الجيش لم يكن في يوم من الأيام جيش للدولة بالمعنى الحرفي ولا جيش للشعب، لأن كل معارك الجيش اليمني كانت ضد اليمنيين، لا يوجد معركة واحدة انتصر فيها الجيش ضد عدو خارجي. طيب سيد عارف، على الصعيد السياسي هناك تحذير ضمني من مستشار الرئيس الأمريكي باراك أوباما من أن الولايات المتحدة ستتدخل إذا كان هناك تهديد لدول الخليج من إيران، هل يعني ذلك أنها رسالة واضحة إلى إيران؟ بالتأكيد هذه رسالة واضحة. إيران الآن تعبث بالأمن القومي العربي، ووجودها على باب المندب وعلى اليمن سيركع أكبر دولتين عربيتين، سيركع مصر، سيركع السعودية. السعودية حيث ممرات النفط من باب المندب، والمصر بحكم قناة السويس باب المندب. هذا تداعي من 10 دول وتأييد دولي كبير جدا، دليل على أن الكل استشعر المخاطر والخوف من وجود هذه الحركة الحوثية. هذه الحركة الموالية لإيران أثرت على الأمن القومي العربي، وبالتالي لا بد من التخلص منها. ميدانيا على الأرض هم الآن يشهدون تراجع كبير جدا في عدن تحولت إلى فخ لهم بعد قطع الإمدادات. أصبحوا من يوجدون في الداخل في عدن ناس بلا إمدادات، مقاتلين صح لديهم خبرات قتالية عالية دربوا في إيران وفي حزب الله وفي القوات النخبة اليمنية، لكنهم دون امدادات، وابناء عدن يتقدمون ولا وحاليا قطع امدادات عليهم في منطقه اب وتعز وفجر اليوم فجروا امدادات قاتله امدادات كبيره جدا في منطقه مدينه القاعده تسمى، وانتصارت كل يوم تتقدم في مقابل تراجع الطرف الاخر. نعم. سيد عارف ابو حاتم المحلل والكاتب اليمني، شكرا لك. قال رئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف إن بلاده ليست على عجلة من أمرها لاتخاذ قرار بشأن مشاركتها في التحالف الذي تقوده السعودية ضد المتمردين الحوثيين في اليمن، وذلك في ظل وجود نشاط دبلوماسي حول الأزمة اليمنية بمشاركة إيران وتركيا. وخلال جلسة استثنائية للبرلمان الباكستاني لبحث الأزمة، أعرب شريف عن اعتقاده بأن الجهود الدبلوماسية ستسفر عن نتائج خلال الأيام القادمة، داعيا إيران إلى تقييم سياستها في اليمن ومدى صحة هذه السياسة، مؤكدا أن أي تدخل باكستاني في اليمن يتطلب دعم البرلمان، وطالب النواب ببحث الأمر وأخذ الوقت اللازم لذلك.
أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر وصول أول طائرة تنقل طاقما طبيا إلى صنعاء وعلى متنها أطباء وممرضون، في حين وصفت المنظمة الوضع في البلاد بأنه بالغ الصعوبة. يأتي هذا بينما أعربت الخارجية الصينية عن مساندتها لدعوات وقف إطلاق النار في اليمن بعد أن طلبت روسيا والصليب الأحمر وقف العمليات العسكرية للسماح بتوصيل المساعدات الإنسانية وإجلاء المدنيين. 540 قتيلا و1700 مصابا في أقل من شهر، ذلك هو الوجه الحقيقي لما يشهده اليمن مذ بدأت أعمال القتال والأعداد في تزايد. تقديراتنا حتى 6 أبريل تبلغ 540 قتيلا ونحو 1700 مصاب جراء العنف في اليمن منذ 19 مارس. منظمة الصحة العالمية أكدت أن تلك الحصيلة المفزعة والتي تضم ما لا يقل عن 74 طفلا بين القتلى حصيلة 20 يوما فحسب، مشيرة إلى أن أعداد الضحايا من الأطفال أعلى بكثير من الحصيلة الرسمية المعلنة. 74 طفلا قتلوا منذ اندلاع القتال في 26 مارس، لكن نقول إننا ندرك أن تلك الأرقام تحفظية ونعتقد أن عدد الأطفال الذين قتلوا أكبر بكثير. وجه آخر للمأساة يرتبط بعدد الأطفال الذين حرموا من حق التعلم جراء الصراع الدائري والذي يتجاوز 1 مليون طفل. ليكتمل المشهد، دقت اللجنة الدولية للصليب الأحمر ناقوس خطر آخر، محذرة من أن سكان عدن يعانون نقصا حادا في الماء والغذاء والمستلزمات الطبية، خاصة أن اليمن يستورد نحو 90% من احتياجاته الغذائية. بوليراك أشار أيضا إلى أن نقص مياه الشرب بات عاملا بالغ التأثير في ارتفاع أعداد الضحايا، إذ أنه يتسبب في انتشار أمراض عدة، خاصة في ظل توقف حملات التلقيح نتيجة للظروف الأمنية بالغة الخطورة. موقف الأطفال في اليمن يتسم بالخطورة المزمنة، سواء فيما يتعلق بسوء التغذية أو توافر الخدمات الصحية، كما أن زيادة وتيرة العنف تؤثر على البنية التحتية الصحية والتعليمية. منظمة الصحة العالمية واللجنة الدولية للصليب الأحمر تقفان عاجزتان أمام تلك الكارثة الإنسانية، إذ تنتظران الضوء الأخضر من القائمين على عملية عاصفة الحزمة ومن الحوثيين أيضا لنقل المساعدات الطبية والإنسانية جوا أو برا لسكان اليمن. استأنفت وفود المعارضة السورية يومها الثاني من مشاورات موسكو 2 للحوار السوري السوري. وقال المنسق العام لهيئة التنسيق الوطنية السورية حسن عبد العظيم إن الهدف من اللقاءات التشاورية في العاصمة الروسية هو تهيئة الظروف لعقد مؤتمر جنيف 3 للتسوية السلمية للأزمة السورية. وأضاف عبد العظيم أن اليوم الأول من لقاء موسكو التشاوري الثاني تطرقت فيه أطياف المعارضة السورية إلى إجراءات بناء الثقة وتقييم الوضع في سوريا والنقاش حول بيان جنيف 1. من ناحية أخرى، طالب مجلس الأمن الدولي بالسماح بإدخال المساعدات إلى مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين في سوريا والذي يسيطر تنظيم داعش على أجزاء واسعة منه. كما دعا المجلس إلى حماية المدنيين في المخيم وضمان دخول المساعدات الإنسانية إلى المنطقة بما في ذلك المساعدات الطبية اللازمة. توجه وفد فلسطيني من الضفة الغربية إلى دمشق لمناقشة التطورات في مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين، وذلك بعد نحو أسبوع من الاشتباكات العنيفة بين الفصائل الفلسطينية وتنظيم داعش الذي يشن هجوما على المخيم منذ يوم الأربعاء الماضي. وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بمقتل 38 شخصا بينهم مدنيون منذ بدء هجوم تنظيم داعش على المخيم، فيما أوضح رئيس الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية في دمشق أن نحو 2500 شخص هربوا من مخيم اليرموك في الأيام الأخيرة. دمار كبير لحق بمخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين الذي يقع جنوب العاصمة السورية دمشق بسبب حروب شوارع وهجمات جوية وقصف متبادل شهده المخيم بين مسلحي تنظيم داعش الإرهابي وفصائل أخرى.
وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة الأونروا أعلنت أنه تم إجلاء بعض المدنيين من المخيم، لكن ما زال هناك 18,000 شخص بالمخيم وهم مزيج من الفلسطينيين والسوريين. مجلس الأمن الدولي أدان بشدة في جلسة طارئة الجرائم البشعة التي يرتكبها تنظيم داعش الإرهابي الذي يسيطر حاليا على 90% من مخيم اليرموك بعد بدء عملية اقتحامه ليصبح أقرب من العاصمة دمشق من أي وقت مضى. كما أعرب المجلس عن قلقه العميق بشأن الوضع المأساوي في المخيم والذي وصفه بغير الإنسانية على الإطلاق، داعيا إلى تقديم المساعدات الإنسانية للمدنيين للحفاظ على حياتهم وأمنهم. إن أعضاء المجلس يدعون لحماية المدنيين في المخيم من خلال ضمان وصول المساعدات الإنسانية لهم وتأمين ممر آمن لإجلاء المدنيين. كانت اشتباكات عنيفة قد اشتعلت في مخيم اليرموك بعد محاولة تنظيم داعش بالتعاون مع جبهة النصرة فرع تنظيم القاعدة في سوريا اقتحام المخيم، حيث تصدى لهم أكناف بيت المقدس وهو فصيل فلسطيني معارض لنظام بشار الأسد وأعضائه من داخل المخيم، كما يتعرض المخيم لقصف طائرات النظام السوري بانتظام. وزادت أعمال العنف التي شهدها مخيم اليرموك في الأيام الماضية من المأساة التي يعيشها آلاف اللاجئين الفلسطينيين فيه، خاصة أن الحكومة السورية فرضت حصارا على المخيم منذ أكثر من عامين أدى إلى نقص في توافر الأغذية الأساسية والدواء والمياه، ما أدى إلى تجويع سكانه وانتشار الأمراض بينهم. بانوراما النيل زالت تتواصل معكم مشاهدين وفيها بعد قليل. البنتاغون يقول إن التحالف الدولي سيدعم حكومة بغداد في تحرير نينوى، والجيش العراقي يعلن قتل أكثر من 120 من مسلحي تنظيم داعش. محلب يرأس جلسة الحوار المجتمعي الثانية حول تعديل قوانين الانتخابات بمشاركة ممثلين عن 15 حزبا وعدد من الائتلافات. وزير الري يشارك في اجتماعات اختيار المكتب الاستشاري لسد النهضة الإثيوبي بأديس أبابا. التحالف العربي يخصف قواعد المتمردين الحوثيين في صنعاء وإب ومواقع على ساحل البحر الأحمر، واللجان الشعبية تسيطر على مديرية لودر في أبيان. نتحول الآن لمتابعة أهم أخبار الاقتصاد في هذه الساعة. يقدمها لنا محمد شعبان. أهلا بك. شكرا نرمين وأحمد. مشاهدين الكرام، هذه وقفتنا الاقتصادية وفيها بعد الفاصل. وكالة موديز للتصنيف الائتماني ترفع تصنيف مصر إلى B3 مع نظرة مستقبلية مستقرة. أهلا بكم مجددا. رفعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني تصنيف مصر إلى B3 مع نظرة مستقبلية مستقرة. ويأتي تصنيف الوكالة وسط مؤشرات اقتصادية إيجابية تشير إلى بدء تعافي الاقتصاد المصري، ومنها معدل النمو في النصف الأول من العام المالي الحالي والذي بلغ 5.5%، وانخفاض معدل البطالة من 13.4% إلى 13.1%. عقد المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء اجتماعا بحضور الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ومسؤولي الوزارة لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع الإسكان الاجتماعي. ويهدف المشروع الذي يعد الأضخم في الشرق الأوسط إلى إنشاء 1,000,000 سكنية للشباب ومحدودي الدخل في كافة المحافظات والمدن الجديدة بتكلفة تقديرية تبلغ 150 مليار جنيه.
وقال وزير الإسكان إن المرحلة الأولى في المشروع بدأت بتنفيذ 243 ألف وحدة سكنية كاملة التشطيب والمرافق والخدمات، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء والإعلان عن 67 ألف وحدة من استثمارات قدرها 9.5 مليار جنيه. أعلن البنك المركزي المصري اليوم تراجع احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي إلى 15.291 مليار دولار في نهاية مارس من 15.456 مليار دولار في فبراير. وهبطت الاحتياطيات الأجنبية كثيرا بعد ثورة 25 يناير، لكنها ارتفعت مجددا بفضل مساعدات خليجية بمليارات الدولارات تدفقت على مصر، وكانت الاحتياطيات تبلغ نحو 36 مليار دولار قبل عام 2011. أعلن الصندوق الكويتي للتنمية أنه سيمنح مصر قرضا بقيمة 1.5 مليار دولار على 5 سنوات، وذلك بواقع 300 مليون دولار سنويا. وعلى هامش مشاركة محافظ البنك المركزي في الاجتماعات السنوية للهيئات المالية العربية الذي تستضيفه الكويت، صرح هشام رامز بأن الودائع الخليجية والتي تبلغ 6 مليارات دولار يتوقع أن تصل مصر خلال 10 أيام. رامز أكد أيضا أن أجل سداد الودائع سيكون وفق 3 شرائح، 3، 4، و5 سنوات، لافتا إلى أن أجل الودائع الحالية هو 4 سنوات، وأنه لا حاجة لمصر لمد أجلها أكثر من ذلك. وأضاف رامز أن الإجراءات الفنية التي اتخذها البنك المركزي المصري في القضاء على السوق السوداء للدولار نجحت إلى حد بعيد، وكان البنك المركزي قد أصدر قرارات بمنع الإيداع النقدي بما لا يزيد على 10,000 دولار في اليوم و 50,000 دولار في الشهر، وتم إلغاء فكرة الإيداع النقدي لملايين الدولارات التي كانت تحدث في السابق. تقوم البورصة المصرية بالتنسيق مع 3 شركات جديدة تابعة لقطاع البترول للقيد بالبورصة خلال الفترة القادمة، وذلك برؤوس أموال تزيد على 8.5 مليار جنيه مصري. وعلى صعيد التداولات، اتعافت مؤشرات البورصة المصرية لدى إغلاق تعاملات اليوم من موجة الهبوط الحاد التي منيت بها على مدار الجلسات الماضية لتربح نحو 7.4 مليار جنيه لتبلغ مستوى 502.8 مليار جنيه. تحت عنوان ترشيد الطاقة التكلفة العائد، نظمت شعبة مقدمي الخدمات الهندسية للصناعات بغرفة الصناعات الهندسية ورشة عمل لتسليط الضوء على أهمية مفهوم ترشيد استخدام الطاقة وآليات الحلول التي يمكن تقديمها للمجتمع الصناعي، وتم التطرق للحزم التمويلية المتاحة في مجال ترشيد الطاقة. ترشيد استهلاك الطاقة أصبحت قضية محورية تؤثر على تقدم المجتمع بأكمله، وانطلاقا من أهمية ذلك عقدت شعبة مقدمي الخدمات الهندسية للصناعة بغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات ورشة عمل تحت عنوان ترشيد الطاقة التكلفة والعائد. أسعار الطاقة غلت، فده بيحمل المنتج أو المستثمر يعني عبء مادي كبير للأسعار بتاعة الطاقة. لو هو ما رشدش في الطاقة فده بيعتبر يعني حمل مادي كبير عليه. تم خلال ورشة العمل إلقاء الضوء على أهمية ترشيد استخدام الطاقة والتعريف بالإمكانيات والحلول المتوفرة التي يمكن تقديمها للمجتمع الصناعي. احنا بنحاول مع الترند او مع القياسات اللي احنا بنعملها دي نقدر نحدد ان احنا مش لازم استخدم في اوقات البيك او الوقت للذروه زي ما بيقولوا، ازاي ان انا اقدر اخرج بره وقت الذروه دوت، لان ده بيبقى تكلفته عاليه بالنسبه لي وباثر على الشبكه اللي موجوده عندي. الحزم التمويلية المتاحة في مجال ترشيد الطاقة وأهم المشروعات التي تمت في مجال ترشيد الطاقة كانت من المحاور التي تم التطرق إليها خلال ورشة العمل. احنا بندي قروض ميسرة للمصانع. القرض الميسر ده هو قرض بدون فايدة بمصاريف إدارية 2.5%. القرض ده بنديه لمدة 5 سنين، بندي سنة سماح و4 سنين سداد. القروض دي بتبقى لتمويل معدات جديدة أو تكنولوجيات جديدة. الطاقة الكهربائية ليست فقط أراكيز رئيسية للتطور الاجتماعي والعلمي والصناعي، بل هي المحرك الأساسي للتقدم في مختلف مجالات الحياة. لذلك فإن ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية أصبح قضية هامة يجب التعامل معها بكل جدية مراعاة لمصلحة الأجيال القادمة.
من داخل مقر اتحاد الصناعات المصرية نهى إسماعيل أنيل. إلى هنا تنتهي هذه الوقفة الاقتصادية، وعودة إلى نرمين وأحمد لاستكمال بانوراما النيل. شكرا لك محمد. جددت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون دعمها للتحالف الدولي ضد تنظيم داعش لأي عملية عسكرية برية للقوات العراقية بمحافظة نينوى شمالي البلاد. وفي الوقت ذلك في الوقت نفسه صدت قوات البشمرجة الكردية هجوما لتنظيم داعش بمنطقة سنجار، وبدورها أعلنت وزارة الدفاع العراقية مقتل أكثر من 120 إرهابيا أغلبهم بمحافظة صلاح الدين شمالي العراق و18 محافظة أخرى. جبهة جديدة ستفتحها الحكومة العراقية ضد تنظيم داعش، ولكن هذه المرة في الموصل شمال العراق. الزيارة الأولى لرئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي لإقليم كردستان العراق أعلنت ذلك صراحة حينما قال إنه سيتعاون بكل قوة مع الأكراد لتحرير نينوى من قبضة تنظيم داعش. ولهذا مجينا اليوم إلى أربيل هو نتعاون وننسق على خطة مشتركة لتحرير أهل نينوى. رئاسة إقليم كردستان رحبت بدعوة رئيس الوزراء العراقية، حيث اتفق الطرفان على تشكيل لجنة عسكرية مشتركة لدراسة خطة تحرير الموصل ولجنة أخرى خاصة بالتعامل مع مرحلة ما بعد داعش في الموصل، معتبرين أن أي تهديد لكردستان هو تهديد للعراق. قوات البشمركة مستعدة للتعاون مع القوات العراقية في طرد ودحر إرهابي داعش. وتأتي زيارة رئيس الوزراء العراقي بعد أقل من أسبوع على طرد قوات عراقية وجماعات الحشد الشعبي لتنظيم داعش من مدينة تكريت، بيد أن القلق الذي يراود كثيرين أن تشارك ما تسمى بقوات الحشد الشعبي في العمليات الجديدة في الموصل، لا سيما بعد اتهامات عديدة وجهت لها بارتكاب انتهاكات ضد المدنيين في تكريت، وهو الأمر الذي قال رئيس الوزراء العراقي عنه إنه من الظلم أن توجه اتهامات للقوة بأكملها. أكد الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند أن هناك تعاونا جيدا مع تونس لتوفير الإمكانات اللازمة لمكافحة الإرهاب وتأمين الحدود التونسية الليبية، مشيرا إلى أنه ستتم تلبية المطالب التونسية في هذا الشأن بأفضل طريقة ممكنة. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده أولاند مع نظيره التونسي الباجي قائد السبسي، الذي يقوم بزيارة هي الأولى الرسمية لفرنسا لبحث تعزيز التعاون الاقتصادي والأمني بحضور وفدي البلدين. مكافحة الإرهاب وتعزيز التعاون الثنائي لدحره كان العنوان الرئيسي لزيارة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي لباريس ومحادثاته مع نظيره الفرنسي فرانسوا أولون. باريس وتونس عاصمتان تشاركتا مؤخرا معاناة واحدة، وهي الإرهاب الأسود الذي استهدفهما من قبل جماعات إرهابية متطرفة تمكنت من ضرب كل من العاصمتين اللتين رفعتا راية مكافحة الإرهاب خلال مسيرة دولية أطلقتها الدولتان ضد الإرهاب. تعزيز التعاون الأمني بين البلدين كان أبرز ما جاء في مباحثات الرئيسين الفرنسي والتونسي في باريس، فضلا عن قضايا أخرى مرتبطة بشكل وثيق بمكافحة الإرهاب، ومن أهمها مطالبة تونس فرنسا بلعب دور في تأمين الحدود التونسية الليبية. وخلال مؤتمر صحفي مشترك في قصر الإليزيه أكد الرئيس الفرنسي فرانسوا أولو أن بلاده ستقدم الدعم الأمني والاقتصادي الذي تحتاجه تونس. من جهته قال الرئيس التونسي إن بلاده ماضية نحو تحقيق الديمقراطية، مشيرا إلى أن مكافحة الإرهاب ضرورة لتحقيق التنمية في تونس. العلاقات السياسية بين كل من فرنسا وتونس كانت قد شهدت تعقيدا منذ عام 2011 نظرا للدعم الكبير الذي قدمه الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي لنظام زين العابدين بن علي خلال ثورة الياسمين. وتأتي زيارة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي إلى فرنسا تلك المرة لكسر الجمود الذي أصاب العلاقات الثنائية بين البلدين. بدأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان زيارة رسمية لإيران تستمر يوما واحدا بالرغم من الانتقادات التي تبادلها البلدان مؤخرا على خلفية انتقاد أردوغان لدور إيران في اليمن. كان في انتظار أردوغان بالمطار نظيره الإيراني حسن روحاني، ومن المقرر أن يلتقي المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي ويشارك أيضا في الدورة الثانية لاجتماع مجلس التعاون الاستراتيجي بين البلدين. في الصين سيطرت قوات الإنقاذ على حريق اندلع جراء انفجار مفاعل كيميائي بمقاطعة فوجيان مساء الأمس، مؤكدة عدم حدوث أي تلوث أو تسرب كيميائي.
بدورها أجلت السلطات الصينية على الفور سكان المنطقة المحيطة بالمفاعل، مشيرة إلى عدم وقوع أي وفيات، وأن الإصابات التي تعرض لها بعض الأشخاص كانت إصابات سطحية. يذكر أن هذا الانفجار هو الثاني في أقل من 20 شهرا في الصين، وحيث انفجر مفاعل كيميائي سابق خاص بالمواد المستخدمة في الصين. من أخبارنا أيضا في بانوراما الرابعة، ندوة في جامعة عين شمس بمناسبة مرور 100 عام على مذابح الأرمن على أيدي الأتراك العثمانيين. أخبار الرياضة والملاعب محطتنا التالية في بانوراما النيل. محطة الرياضية في هذه الساعة مع محمد عبد الحكم، ربما يطلعنا فيها على الجديد في اجتماع الجمعية العمومية للكاف. محمد. بالفعل أحمد، شكرا نيرمين. هناك اجتماع بالغد، الجمعية العمومية بدأت بالأمس، هناك الأنظار تتجه إلى الكاف بمدينة 6 أكتوبر لإعلان الدولة المرشحة لاستضافة كأس الأمم 2017. نعم. الجزائر، الجابون، وغانا. نتمنى التوفيق للجزائر بإذن الله. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الوقفة الرياضية، أبرز ما فيها. خلال كلمته أمام الجمعية العمومية للكاف، محلب يؤكد أن كرة القدم وسيلة فعالة لمواجهة التطرف والتعصب. أهلا بكم، البداية محلية، حيث أكد المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء أن كرة القدم تعد وسيلة فعالة لمواجهة التطرف والتعصب من خلال تقريب الشعوب وتعليم التسامح، داعيا الشعوب الإفريقية والمنظمات الرياضية المعنية بها بأن تتبنى تلك التعليم وتقوم بنشرها. جاء ذلك خلال حضور رئيس الوزراء صباح اليوم يرافقه وزير الشباب والرياضة المهندس خالد عبد العزيز لأعمال الجمعية العمومية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف في دورتها 37، حيث قام جوزيف بلاتر رئيس الفيفا بإهداء محلب درع الفيفا. يا جماعة